شو هالقضاهوس؟ شو صاير؟ في اثنين عسكر فرنساوي لقوهم مربوطين بالمقبرة ومشلحينهم ثيابهم. لك شو هالقصة هي؟ نحن متفقين مع شباب الحارة ما حدا يقرب على فرنساوي. خلاص خلونا بشغلنا. بكره إلا يجي يوم ينقلعوا من هون. بعدين في اتفاق بيننا وبينهم لازم نلتزم فيه. أنا نبهتهم للشباب ما حدا يتشاكل مع الفرنساوي، بس ما بعرف مين عم يعمل هيك وليش. إجا حدا من الفرنساوي حقق أو اعتقلوا حدا؟ لا لسه ما حدا إجا. عمي شو في؟ الفرنساويين جايين على حارتنا والشر بعيونهم. إجوا بيننا وبينكم اتفاق، نحن ما منتدخل فيكم وانتو ما بتعتدوا على جنودنا. البارحة اثنين من عناصرنا تعرضوا للضرب والتشليح. ما فهمت، نحن شو دخلنا؟ تحقيقاتنا تقول انهم من حارة البروكار. يا جناب الكابتن اسمعني منيح، نحن عند كلامنا. هلأ قلوا لنا شو اسمه اللي اعتدى على جنودكم أو شو شكله ومنسلمكم يا على شرط تاخذوه على المحكمة على طول. بس انتو تعهدتوا انه ما تعتدوا على جنودنا. اسمع يا جناب الكابتن، الحكي اللي سمعته من كبارية الحارة هو الكلام الصحيح. نحن لا ربطنا عسكرك ولا شلحناه. طلبك مو عنا، روح دور بغير حارة. برجع بذكر جنابك يا كابتن، الاتفاق اللي تم بيناتنا نحن ملتزمين فيه. اللي شلح عسكرك وضربهم مو عنا، شوف بغير حارة.